فاذا هو قايل لك مطرح الار ايكوفالنت بدك تحطي ار، هو قايل لك بده الفورمولا هون. ما بنوهم صبايا، نحن برجع بعيد، نحن مبدا عندك هوم ورك لجمعه الجاي بيكون 17 و19 لحصه الجاي، اوكي؟ صبايا نحن مبدا الار ايكوفالنت مثلا اذا انا عندي 3 ريزيستورز، اوكي؟ 3 هون مثلا ريزيستور ان سيريز مثلا ما بعرف، اوكي؟ شو مبدا انه انا ايمن هون عندي كرنت اي وهيدي عندها فولتج يو. مبدا الار ايكوفالنت انه انا ايمن هو كلهم حط محلهم واحد، اوكي؟ مارق نفس الكرنت وعنده نفس الفولتج مثل البطاريه، اوكي؟ هيدا المبدا، اوكي؟ فاذا هلا شو عم بيقول ببارت سي؟ اكسبريس ان تيرمز اوف ار 1 ار 2 يو ذا فولتج يو 2 اكروس ار 2. طيب صبايا نحن شو وصلنا يا صبايا؟ شو الريزلتس اللي صرنا مطلعينهم لحديت هلا؟ صرنا مطلعين انه ار ايكوفالنت هي ار 1 بلس ار 2، صرنا مطلعين انه الكرنت اللي ماشي بالسيركت هو يو، الفولتج للبطاريه ار 1 بلس ار 2. ما تنسي الكرنت اللي عم تبعته البطاريه هو بذاته اللي مارق بالار 1 وبذاته اللي مارق بالار 2. طيب اذا انا صار معي الفولتج، الفولتج على الار 2 هو يو 2، الفولتج على الار 2 يو 2. طيب اذا انا معي الاي اللي مارق بالار 2 ومعي ار 2، اوكي، ما صار فيني طلع يو 2؟ بلا، اومز لو على الار 2، اومز لو on R2، اوكي؟ U2 اللي هي الفولتج اللي له بتساوي R2 ضرب I، R2 ضرب I، شو الI؟ هي U على R1 plus R2، اوكي؟ فإذا بتطلع U2 هو R2U على R1 plus R2، سهل كتير يعني، ما ننوهل إنه ما في أرقام، اوكي؟ بلشت، هودي اثنين in series R equivalent جمعهم، طيب، صار فيني قيم هالسيركت استبدلها بهاي، شرط، صارت الفولتج عليها هي بذاتها للبطارية ونفس الكرنت مارق. شو بيصير بيساوي الكرنت؟ اومز لو على يو على ار ايكوفالنت، صار ايكوفالنت هي ار 1 بلس ار 2. طيب خلصنا، هو بذاته الكرنت طالع من البطاريه، هو بذاته مارق بالار 1 وبذاته مارق بالار 2. شو بتصير الفولتج يو 2؟ معك ريزيستنس ار 2 معك الكرنت، ار 2 نفس الكرنت، هذا الكرنت هون بعوضه وخلصت. هون بتصير تعويض ارقام، عم بقول لك رجعي نيوميريكال ابلكيشن، اوكي؟ اذا كان ار 1 100 اوم، ار 2 200 ويو ايكوال 12. شو بصير؟ ار 1 هي 100 زائد 200 300، اوكي؟ يعني رجعي بس الفورمولاز اللي وصلتيهم اللي هن فورمولا 1 و2 و3 عوضي فيهم ارقام، هيدي اي ايكوال شو اليو 12 على 300 هون، اوكي؟ ار2 اللي هي 200 ضرب 12 على 300 هيدي، اوكي؟ ما يعني ما ننوهل اذا ما شفنا ارقام، هلا انت ما بيجي هيك بيجي ارقام بس انه سهله، اوكي؟ هلا عم بيقول لي ذا بريفيوس سيت اب از كولد، هيدا كله هيدا كله بيقولوا له فولتج ديفايدر، يعني لما بيكون عندي بقلب السيركوت تو ريزيستور ان سيريز، تو ريزيستور ان سيريز، هيدا بيقولوا له فولتج ديفايدر. شو يعني فولتج ديفايدر؟ يعني انا الفولتج للبطاريه عم تنقسم على اثنين. هلا كيف مش كيف بتنقسم؟ حسب الريزيستنس. انا فيني العب بالريزيستنس بشكل مثلا تكون ثلاث ارباع الفولتج هون وربعه هون، عشان هيك اسمه فولتج ديفايدر، انه الفولتج ما نحن بالعاده فولتج للبطاريه بتساوي فولتج لهي زائد هي. كيف بتتقسم مين اكثر؟ حسب الريزيستنس. فاذا انا باي فارينج ار 1 ار 2، اوكي، الفولتج بتتغير، يعني ممكن هي تكون ماكسيموم هي تكون مينيموم، حيلا كلير. طيب صبايا مثل ما اتفقنا نحن لجمعه الجاي بكون عندك هوم ورك 17 و19 ما بدنا ننسى، واللي عنده سؤال بليز بتسالني، كلير.